تشكل الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة المصرية التونسية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن فرصة لاستعراض مسيرة التعاون المصري التونسي واستشراف آفاقه وبحث السبل الكفيلة بإرساء شراكات مثمرة بين البلدين في شتى المجالات انسجاما مع توجيهات قائد البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد. ويأتي انعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة استمرارا لتطور العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تطورا على مدار السنوات الأربع الماضية على كافة المستويات وتنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين خلال الزيارات المتبادلة والتي تم التأكيد خلالها على ضرورة تعزيز قنوات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. ويزخر جدول أعمال اللجنة بالعديد من الموضوعات للتباحث بشأنها بين البلدين في مجالات التعاون الفني والاقتصادي والاستثماري المختلفة. وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين، حيث عقد خلالها 16 دورة متتالية برئاسة رئيس وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات. بعد أن تابعنا هذا التقرير أدعوكم للترحيب بضيفنا الكريم الذي ينضم إلينا عبر سكايب، الكاتب الصحفي الأستاذ كمال ريان المتخصص في شؤون الرئاسة ومجلس الوزراء. أهلا بك أستاذ كمال. أهلا وسهلا فندم، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. إذا ما بدأنا بنظرة عامة حول طبيعة العلاقات المصرية التونسية، ما هي أهم ملامح القوة في هذه العلاقات وما الذي ينقصها حسب وجهة نظر حضرتك؟ نعم، يعني بداية طبعا العلاقات المصرية التونسية علاقات متميزة على المستوى السياسي، الحقيقة فيه روابط قوية، روابط تاريخية طبعا بين مصر وتونس. مصر وتونس بتجمعهم الكثير من الأطر، الإطار العربي والإطار الأفريقي والعلاقات المتميزة بين الشعبين وأيضا العلاقات المتميزة بين القيادتين. لكن الحقيقة يمكن مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين لم يكن على مستوى العلاقات المتميزة بين الدولتين وبين الشعبين الشقيقتين وشعبين الشقيقين وبين القيادتين. الحقيقة كان فيه يعني الكثير من العوائق، عشان كده النهاردة رئيس الوزراء بيزور تونس على رأس وفد رفيع المستوى يضم 6 وزراء ويضم المسؤولين عن الاستثمار وعن التمثيل التجاري وعن غيرها من الجهات المسؤولة عن زيادة الاستثمارات وعن التبادل التجاري. الحقيقة في حفاوة في الترحيب بالوفد الوزاري المصري على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. طبعا في رغبة قوية من الدولتين لزيادة أواصر التعاون التجاري والاقتصادي ليكون على مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. بنتكلم عن أيضا القطاع الخاص ممثل بقوة في الزيارة، وإحنا عندنا حوالي 60 شركة مصرية وتونسية بيلتقوا، والنهاردة رئيس الوزراء شهد المنتدى الاقتصادي الاستثماري بين مصر وتونس بحضور ممثلي 60 شركة مصرية ونظرائهم التونسيين، فيه عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال. الحقيقة فيه بحث مفصل للتحديات اللي بتواجه العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري، وفي أيضا بحث مفصل للمقترحات اللي هتسهم في تحقيق نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. نعم. لتتوازن مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. ممكن حد يقول لحضرتك أستاذ كمال أنه في ظل الأزمة العالمية التي تخيم وتلقي بظلالها على كل دول العالم فيما يتعلق بمصر وتونس كدول يعني اقتصادياتها قد تبدو متشابهة بشكل أو بآخر،
حد ممكن يقول لحضرتك كلنا في الهم سواء، فما الذي يعني يمكن أن نستفيده من بعضنا البعض في ظل هذه الأزمة؟ الكل يبحث يعني عن طرف قوي يستند إليه يساعده بشكل أو بآخر في ظل هذه الأزمة الضاغطة على الجميع. الحقيقة ده سؤال مهم جدا، وإحنا يمكن دائما التحديات بتكون في قلبها فرص. وإذا كنا بنتكلم عن الحقيقة، إحنا العالم مر بأزمتين كبيرتين، وما زال طبعا يعني لم ينتهي من الأزمتين دول. طبعا أزمة كورونا وما حدثته من شلل ومن آثار اقتصادية كبيرة وصعبة جدا جدا على دول العالم كلها، ثم قبل أن يتعافى أو يخرج العالم من أزمة كورونا طبعا جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، لتلقي بالظلال الأكثر ثقلا وأكثر صعوبة على العالم كله وعلى الاقتصاد العالمي. طبعا دي تحديات إلى واجهت العالم كله، وطبعا مصر وتونس طبعا زي كل دول العالم واجهت هذه التحديات. لكن الحقيقة هذه التحديات بتفرض ضرورة التعاون، وبتفرض ضرورة خلق فرص، وأن تتحول هذه التحديات إلى فرص للتعاون، وخصوصا طبعا التعاون في التكامل مثلا في الأمور الصناعية والاستثمارية وفي مستلزمات الإنتاج. الحقيقة يمكن مع أزمة كورونا كانت بينت قد إيه مهم جدا الاعتماد على الإنتاج الوطني، وعلى زيادة الاستثمار، وعلى توفير مستلزمات الإنتاج، وإن هي ما تكونش مرتبطة بالعالم الخارجي. بعد كده جت طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية لتؤكد ذلك، أيضا العقوبات المفروضة بين الدول وبعضها، وأيضا تؤكد ضرورة التكامل بين الدول العربية، زي طبعا زي كل أو مختلف لو يعني التحالفات العالمية. شفنا دول أوروبا بتتكامل، احنا محتاجين تكامل عرب وتكامل أفريقي، يعني ومصر هل وتونس. هل انا اسف ان انا بقطعك في الجزئيه ديت، اتفضل. لانها اشاره برضو مهمه من حضرتك، لعل يعني حدسك او توقعك يصدق ويبقى لحضرتك يعني شكل من اشكال السبق في هذا السياق. حضرتك تتوقع انه هذا الحلم الذي لا طالما تمنيناه، فكره الوحده العربيه والتكامل العربي، من الممكن يعني ان تولد ملامحه او لبناته الاولى في ظل هذه الازمه؟ نعم بالتأكيد طبعا. الحقيقة الأزمة، أنا يعني يمكن توقعي حتى، وده يمكن مش خارج السياق، لكن يعني حتى التعاون بين مصر وتونس وبين الدول الإقليمية وبعضها، سواء طبعا احنا قبل كده طبعا شايفين برضو تحالف وتعاون بمصر والعراق والأردن. الحقيقة الأزمة اللي مرت بها العالم، سواء أزمة كورونا أو بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، يمكن البعض يتوقع ان يعني تكون نتيجتها خارطة جديدة للعالم، وخصوصا على المستوى الاقتصادي. قد تظهر تحالفات، قد تظهر ضرورة التكامل الإقليمي بين الدول، قد تظهر ان يعني الدول زي دول اوروبا دي، شايفين اوروبا حتى يمكن ماكرون كان بيتكلم عن تحالف اوروبي جديد. ايضا احنا كدول عربية محتاجين ان احنا ننظر ازاي ممكن نكمل بعض اكتر، ازاي ممكن نعتمد على بعض اكتر. ودول افريقيه، وخاصه طبعا مصر وتونس، يعني كنواه ممكن يكون نواه مهمه لتحالف بين مصر او بين يعني دول المغرب ومصر، وايضا وصولا الى التحالف كمان مع الخليج العربي، ووصولا للتحالف العربي كله الحقيقه. وازاي نعم. ممكن يكون في نوع من الاعتماد على الذات بين الدول العربيه، وازاي يكون هناك حلف اقليمي اقتصادي قوي. وانا عظيم. عايز اقول ان احنا بعيدا حتى عن الشعارات السياسيه، اللي هيولد واللي هيخلق التكامل هو المصالح المشتركه، وان يظهر حاجه ان يكون في ضروره اقتصاديه. واعتقد ان الاقتصاد زي ما في اوروبا هو اللي قاد، الاقتصاد هو اللي قاد التحالف والتكامل، ونوصل لاوروبا الموحده. ايضا الاقتصاد هو القادر على ان يوحد الدول العربيه، وان يظهر كيان عربي اقتصادي قوي، يكون نواه لتكامل عربي شامل ان شاء الله. طيب، فيما يتعلق بالتجربة المصرية التونسية، قد تبدو الأمور غير مستقرة في تونس يعني على المستوى السياسي، فهل هذا الأمر من الممكن أن يعيق بشكل أو بآخر كل ما حضرتك ذهبت إليه من طموح في التعاون والوحدة على الأقل بين مصر وتونس؟
الحقيقه اولا هي مصر طبعا من الممكن ان تفيد تونس في تجربتها التنمويه الهائله. هي مصر لديها تجربه تنمويه يعني اشاد بها العالم، ويمكن اشار لها رئيس الوزراء اليوم، وازاي ان يعني مؤسسات الاقتصاديه الدوليه الكبرى بتتوقع ان الاقتصاد المصري يكون من اكبر 10 اقتصاديات في العالم بحلول 2030. مصر لديها تجربه مهمه جدا في التنميه، في الاصلاح الاقتصادي، في التجارب التنمويه، وفي المشروعات القوميه الكبرى اللي بتتنفذ. تونس في طريقها للاستقرار طبعا، يعني يمكن تونس مرت بحاله من عدم الاستقرار، ويمكن مصر وتونس كان فتره في التراد منذ 2011 مروا بظروف متشابهه. مصر حققت الاستقرار السياسي، حققت الاستقرار وحققت تقدم اقتصادي مهم، حققت اصلاح اقتصادي. تونس اعتقد ان هي في الطريق ايضا لتحقيق الاستقرار، والنهارده يمكن رئيس الوزراء كان بيؤكد مسانده مصر لتونس في طريقها نحو الاستقرار والتنميه. الظروف اللي مرت بيها تونس والحاجه للتنميه مع تحقق الاستقرار ومع توجه تونس للاستقرار، هتكون هناك فرص كبيره جدا للاستثمار وللتنميه ولتعويض سنوات طويله يمكن كانت فيها فترات عدم استقرار. فاعتقد ان هي الحقيقه الدوله المصريه بتنظر للمستقبل بنظره جيده، وهي ان شاء الله يعني مع توجه تونس للاستقرار ومع تحقق الاستقرار ان شاء الله قريبا اكيد هتكون في فرص هائله للاستثمار، واعتقد ان هتكون في فرص قويه للشراكه بين مصر وتونس، وزي ما قلنا هتكون نواه لشراكه اكبر بين تحالفات عربيه وصولا للتكامل الاقتصادي العربي ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسه ومجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك. بعد قليل أيضا نتحول بكم إلى الفقرة الحوارية الثانية، لن نبتعد كثيرا بشكل أو بآخر حول مجمل الملف الاقتصادي. سنتحدث عن قرارات السيد رئيس الجمهورية الأخيرة بتسهيل دخول مستلزمات الإنتاج، ماذا عن ردة فعل مجتمع رجال الأعمال تجاه هذه القرارات وأيضا تأثيرها المتوقع؟ بعد قليل نبدأ معكم هذا الحوار.